خيار ازاي؟ احنا ما بنقتلهم لهدول اللي قدامنا لانه منكرهن، بس لانه اللي ورانا منحبهم. شو؟ خير؟ هالمرة ما بترجع عالشام لوقت ما تبيع البيت وتجيب المصاري معك. عملي لي قهوة. هذا ما اسمه اهمال بس يا انسي، هذا اسمه سرقة. انت عم تسرقيهم سرقة لهدول 4500 ليرة عم تاخذيهم باليوم. تعبت وابوك تعب كثير. قومي يا روحي. فينال. اعطيني الظرف. رود، ايش بك عم تحكي معي هيك؟